إدارة عمل وتفقد قادتها لولاية بازا للوقوف على مراكز النساء ضحايا العنف والمراكز الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص المعوقين ذهنيا وجسديا. أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا أن الوزارة تسعى إلى إدراك النقائص الموجودة على مستوى هذه المراكز للتمكن من مساعدة هذه الفئة وتكوينهم تكوينا كاملا يمكنهم من الاندماج مع فئات المجتمع بسهولة. كما أصرت على أهمية التركيز أكثر على الإعلام الأهلي في التدريس والتكوين في هذه المراكز. التغطية لرضيا إقربودي. إعادة تنظيم هذه المراكز كامل تحت الوصاية وجعلها تتماشى مع متطلبات المعاقين تاع اليوم لهاد لا جينيراسيون، باسكو متطلبات المعاق تاع لي زاني 2000 سي با سيل سي با لي ميم كو سولوي تاع لا بوبولاسيون تاع لي زاني 70 ولا لا. C'est pour ça que j'insiste sur l'introduction de l'informatique partout.